أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. ما حكم من شرب أو أكل والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في رمضان؟ لا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب وهو يريد الصوم في رمضان بعد طلوع الفجر، لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمتى طلع الفجر فإنه يجب الإمساك على الصائم في رمضان سواء أذن أم لم يأذن، فالعبرة بطلوع الفجر، كما أن العبرة في الإفطار بغروب الشمس سواء أذن أم لم يؤذن. فإذا كنت في البر والسماء صحو وليس حولك أنوار تحجب رؤية الفجر وأنت تشاهد المشرق ولم ترى الفجر، فلك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أذن أم لم يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.